دوك زولين في الليل وحنا ما سقناش خبار وما كاينش اللي قالها لينا. حنا ضروري بغينا نديرو التحاليل، عندنا وليداتنا، عندنا بزاف الحوايج في الدار، حنا خارجين من ديورنا قاعدين غير في الزنقه، بغينا التحاليل. كنطالبوا هاد الشركه التحاليل ملي يكون الحوت يحلوا الباب، وملي ما كاينش حوت حنا المرض نقعدوا لهم هنا، من حقنا نديروا فيها التحاليل. حنا عندنا نوامر هما يعيطوا لينا ديك الساعه، يعيطوا لينا حنا نجيو ندوزو بحالنا بحال الناس. السلام عليكم. هاد المرة سيدي راه الجوجه ديالي جاو داوها ليا، داوها من الدار، وني الدوام الدار ما مريضه ما والو، مشات على رجليها صحيحه، ما عمرها مشات للسبيطار ولا دوزت ولا. وفي التالي الدواء سدوا عليها، لي سدوا عليها عاد يعطوهم الماكله من عامل تحت الباب. وخياتنا اللي مقبلينهم ما كيدخلوش عندهم بهاد الوقات، والمركه التنفس عندها شويه قليل، نيت زمتت بحال هكا كتغوت عليهم والو، ما حتى واحد ما كيجاوبها. الا مره كندق اللي معاها كدق عليهم تهرس في الباب، نادت لا مره كتضرب تهرس في الباب والو ما جاوبها حتى واحد. وفي التالي ديالها تعيطوا علينا من الصباح، قالوا لينا المراه راه ماتت. وني ماتت جينا هنا الصباح للسبيطار، المخزن جرى علينا ما خلوناش نشوفوها. انا الجوجه ديالي من هو ما شناهاش، ما عرفنا هي ولا ما هي، وما مشى معها حتى واحد للدفن، صار داوها خرجوها من باب اخر، ما عرفناهاش هي ولا ما هياش. القياد ولا المخزن كامل قال لك لا صافي، راهم كيدوها لروسهم يدفنوها لروسهم، حنا بغينا غنشوفوا هاد المراه هي ولا ما هياش، ويمشي معها واحد. انا جوج ديالها ما خلونيش نمشي معها، تقول شي واحد في العائله اللي مشى معها والو. وزدنا في حالاتنا راه حنا قاعدين في الدار، ما عرفنا كاينه ولا ما كاينش، حنا هاد المراه ما عرفنا ميته ولا حيه. هي يا انا مع 11 ديال الليل مجمعه معنا، قالت لينا ودي انا كنتزمت كيحلوا لي الشارجه من تما، كاين المراه اللي معاها كتحل لي الشارجه بحال هكايا، بقات معنا حتى 11 ونص مجمعه. قالت لي بارك عليا من التليفون، انا راني عيانه شويه غنتكع مع راسي. في الليل توقفت ما كاينش اللي عتقها، مين زمت توقفت صافي، ما وصلها شي واحد دق وتعيا وكذا، ما كاينش مسؤولين. وفي التالي ديال تما كاين هاد الناس اللي فم الباب 400 ريال باش اللي بغى يدخل الحوايج، 400 ريال هذاك اللي فم الباب، و400 ريال كتعطي يعطيها الاخر باش يوصل ليها الحاجه. هذه 800 ريال لواحد، 800 ريال في النهار. هادو الناس الحوايج اللي كيدخلوا، ما حناش احنا اي واحد تما كاين كيعطوا لهذاك اللي فهم الباب 400 ويعطوا الاخر اللي غادي يوصل لامانه ثاني 400، بغات شي ماكله ولا شي قرعه الماء ولا شي حاجه. الوفاه ديالها حنا ما عرفناش كيفاش هي ماتت، حنا راني انا غايبه للسوق الجمعه مانات 11 ونص ديال الليل، مشيت انا للجمعه، دخلت انا للجمعه عيطوا لي الدريات قالوا لي منى ماتت. نجي تما كاين حبسونا، تما كاين العصا وقيامه، تما كاين فوضى كثيره. المخزن اش دار لينا؟ ما خلاناش، وحنا قلنا طالبناهم بغينا نشوفوا هاد المراه هي ولا ما هياش، والو ما خلاناش شي واحد نرقبوا عليها ولا نشوفوها ولا كذا. ولا طلبتهم انايا قلت لهم انا نمشي معاها، جوج ديالها خاصني نمشي معاها، ما خلوناش. جاو شي واحد، هي طلبت هي راسها التحاليل باش مشات هي للوزين، طلبت التحاليل، ني داروا لها التحاليل، قعدت ما خمس ايام ولا ست ايام في الدار. ني قعدت في الدار ما والو، عاديه كناكلوا نشربوا ما كاين حتى شي حاجه. نهار الحد عيط علينا المقدم قال لك اودي خرجوا علينا غندوها للسبيطار، خرجت راسها جمعت حوايجها وكذا، هز شاكوش بعدت من الدار والطونوبيل واقفه واحد 500 متر، مشات راسها ركبت في الطونوبيل. ركبت في الطونوبيل في الليل عيطت علينا قالت لك انا تزمت، هذيك الطونوبيل اللي سدوا عليا راني انا تزمت، هي عمل خلعه وما داك تزمتت الطونوبيل اللي سدوا عليها
تزمتات عدد كل ليله كتجمع معنا تظلم جمع معنا وتفات التليفون ما داروش لينا حنا شي تحليله ولا شي حاجه ولا جا عندنا شي واحد ولا شي مراقبه ولا كذا والو ما جا عندنا حتى شي واحد وهي يا ما ضراتها شي حاجه مشات بخير وعلى خير صحيحه ما هي زعما مريضه ولا كضرها شي حاجه والو يعني مشات تما كاين التنفس ديالها نتزيرت وكذا ما اعتقدت واحد ضروا في البيبان تاعي والو ما كاين شي واحد شي مراقب عمل ثلاثه ديال الليل ولا جوج ديال الليل والو تا واحد ما جاوبهم واحد تركلت تعيات ماتت هاد المره